عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هنعمل معاكم النايت بطريقه بسيطه خالص وكل الاطفال بتحبه. عندنا المكونات كوبايه وربع دقيق وربع كوبايه سكر وربع كوبايه زيت وربع كوبايه لبن، معلقه صغيره خل، ومعانا بيضتين ورشه فانيليا. اول حاجه هنحط البيكنج باودر على الدقيق ونسيبهم دلوقتي خالص، وناخد كل المكونات التانية ونحطها في الخلاط، مع نحط السكر ونحط الزيت ونحط اللبن ونحط الخل ونحط البيضتين ورشة الفانيليا ونضربهم. حطينا كل المكونات اهي في الخلاط، هنروح نضربها ونرجع نحط الدقيق والبيكنج باودر عليه. طبعا دي الكوباية اللي انا بعاير بيها، دي الكوباية اللي انا بعاير بيها. وده يا حبايبي الخليط النايتي بعد ما ضربته في الخلاط، فردته في صينية مستطيلة تقريبا مساحتها 32. بعد كده هدخله في الفرن ربع ساعة على 170 من تحت، وأول ما يبدأ الجوانب بتاعته تحمر كده هشغل من فوق ايه دقيقتين ولا حاجة علشان الوش يحمر. وبعدين هنكمل مع بعض ازاي هنقطعه ونحشيه مربى ونحط عليه شوكليت. وده بقى النايتي بعد ما طلعناه من الفرن، حشيناه قطعناه مربعات او مستطيلات شوكليت، او ايه حطينا جوز الهند. جوز الهند